تاريخية الأقصى 6-2 حصيلة قمة دوري الخليج العربي في هذا الموسم في مباراة انتهى شوطها الأول بتقدم أصحاب الضيافة بهدفين نظيفين. السويدي بيرغ افتتح التسجيل في الدقيقة 32 وصنع الهدف الثاني للبرازيلي كايو في الدقيقة 41. الشوط الأول انتهى بهذين الهدفين وهذا المشهد، إلا أن جوجاك البديل الذي شارك في الدقيقة 65 استطاع أن يقلص الفارق بعد دقيقتين من دخوله بتسديدة قوية أعاد الكرة مرة أخرى من ذات المنطقة ومن ذات المكان لتسكن الكرة ذات الشباك معيدا المباراة إلى نقطة البداية في الدقيقة 69. دقيقة واحدة احتاجها العين ليستعيد التقدم من جديد. بيرغ الذي أهداهم التقدم في الشوط الأول أعاد لهم الأفضلية في الشوط الثاني. بعد ذلك بأربع دقائق عمر عبد الرحمن يرسل كرة يخطئ في التعامل معها. محمد الشامسي حارس دورينا الأفضل هذا الموسم ليتقدم العين من جديد بفارق هدفين. حسين الشحات نجم المباراة الأول يضع بصمته في الشباك بعد أن كان قد صنع هدفين في الدقيقة 80. العين يتقدم بخمسة أهداف لهدفين. آخر الأهداف في المهرجان البنفسجي كان من نصيب البديل ريان يسلم الذي شارك في الدقائق الأخيرة ليهديه الشحات سادس أهداف العين وأول أهدافه في هذه المواجهة التي شهدت حضورا طاغيا للبطاقات الحمراء. كرتين من نصيب العنابي، الأول كان للبديل أحمد العكبري الذي شارك مطلع الشوط الثاني والآخر لسالم سلطان في الدقيقة 93. الوحدة أنهى المباراة بتسعة لاعبين والعين أنهى المباراة بفارق 4 نقاط بعد هزيمته للفريق المنافس المباشر له في دوري الخليج العربي قبل 4 جولات من مشهد